السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في قناة بصبيحة ديليس. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويا ربي يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. في الفيديو بغيت نشارك معكم الوصفة ديال المعقودة اللي كتجي لذيذة بزاف وكتجي مقرمشة، اللي كيحبوها الصغار والكبار، ونحضرها في البيوت ديالنا باش نستغناو على الشراء ديالها من المطاعم اللي ما كنعرفوهاش كيفاش تصاوبت ومدى النظافة ديالها والجودة ديال التحضير في ديالها. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المراحل ديال التحضير باش نجح حتى نتوما معكم وتجيكم مقرمشه بحال هكا وكتجي لذيذه. الا كنت اول مره غادي تشوفوا القناه مرحبا بكم معايا، ما تنساونيش بلي لايك حتى نتوما والتعاليق، وما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر وديروا ابوني باش ديروا ابوني للقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بسم الله على بركه الله. للتحضير هذه المعقوده غادي ندير جوج حبات ديال البطاطا اللي سلقتهم بالقشره ديالهم في الماء والملحه باش كيجيو لذادين. عندي القزبر ومعدنوس، عندي ابيض بيضه، عندي في العطريه عندي شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الملحه، وصنوف ديال الثومه. ندوز نخلط هادشي. غادي ناخد هاد البطاطا، غادي نهرسها بهذا هذه ديال البطاطا. هي من الاحسن تخدمو هي سخونه باش كتجي سهله وكتطحن دغيا كتعجن دغيا. البطاطا كيف ما قلت من الاحسن انك تسلقوها بالقشره نتاعها باش كتبقى لذيذه، وتزيدوا لها شويه ديال الملح في الماء. ما الا قطعناها وسلقناها كتشرب الماء وما كتجيش زوينه في هذه الوصفه، هذه كتجي كتبقى ميها وكتبقى جاريه ما كتشدش. ضروري ما غادي نسلقوها بالقشره ديالها، واصلا كتبقى صحيه اكثر. غادي نزيد معاها ديال القزبر ومعدنوس تقريبا واحد المعلقه كبيره، غادي نزيد معاها هاد الابيض ديال البيضه، غادي نزيد معاها هاد العطريه كامله، غادي نعجنهم شي مع شي. البطاطا مع العطريه مع القزبر مع الدنوس الثومه والبيض ديال البيضه، غادي
هذه كتبقى من الوجبات اللي كيحماقوا عليها الاطفال، وحتى حنايا كتعجبنا الكبار. صافي بعد ما تجمعت غادي نحجزوها لواحد الجنب بحال هكا، وغادي ندوز ندير بيها منها كويرات. غادي ندير زليفه فيها الماء قدامي، صافي غادي نبقى نغطس يدي في الماء وناخد كويرات بحال هكا. نقرصهم نقادهم بحال هكا ونحطهم على جنب، ضروري ما كندير يديا شويه ديال الماء باش ما تلصقليش في يديا. كنستمر على هاد الطريقه حتى نكمل هاد الشيء اللي عندي كامل. صافي وغادي ندوز نخدم معكم العجين اللي غادي نغمسو فيه هاد الكويرات باش نقليوهم. بعد ما كملت الكويرات كاملين كما شفتوا معايا، غادي نديرهم ندخلهم للثلاجة لمدة تقريبا واحد نص ساعة أو ساعة. ضروري من هاد العملية هادي ضروري ما يتحطو في الثلاجة باش كتشد شي شوية بطاطا وتجمع، وعاد غادي ندوز نخدمو العجين ديالو كما قلت لكم قبيلة. بالنسبة للعجين اللي غادي نغطس فيه هذا داك الكريصات ديال المعقودة اللي وجدت، غادي نحتاج فيه كاس ديال الماء دافي، كاس ديال الدقيق. غادي نخدم وانا كنشرح معكم المقادير. عندي في العطريه هنايا شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، شويه الملحه، واحد شويه ديال الخميره ديال الخبز. غادي نزيد على هاد الشي بيضه، خميرة واحدة ديال كيميائية أو خميرة الحلويات. العجينة كتجي على هاد الشكل، كتجي خاطرة بحال ديال البغرير تقريبا، كتجي جارية وما تجيش قاصعة. غادي نبقى ناخد كريصات بحال كريصة هكا ونغطسها في هاد العجين، صافي ونحطها في المقلة بعد ما تسخن لي الزيت. غنحاولو نقصو هاد الزائد ديال العجين، كنقلبوها على الوجوه بجوج بيهم حتى كتحمر مزيان.
وهكذا غادي نكون كملت المعقودة ديالي كاملة بالتحضير. كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذة وكتجي مقرمشة. كنقدمها مع المايونيز ومع الكاتشوب اللي غادي نحضرهم حتى نتوما معكم في القناة، حتى هما غادي نحضرهم في القناة. يا ربي تكون نالت اعجابكم هذه الوصفه. الى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم. الى كنت اول مره غادي تشوفوا القناه مرحبا بكم معايا، ما تنساوش تضغطوا الزر الاحمر ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وما تبخلوش عليا بارائكم واستفساراتكم وتعليقاتكم اللي كنتظرها وكنهتم لها. والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله تكون لذيذه.